في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحال الود بيننا والإخاء، وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية. في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا. حفظه أنس فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وأفواه. فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيا حياة هنيئا. نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم من جديد مشاهدي قناة الأنس الفضائية في هذا البرنامج الطيب المبارك نسمات أخوية، المنتج من طرف مركز إرشاد. موضوع اليوم هو موضوع أكل عليه الدهر وشرب، وكتب المتقدمين كلها تتضمن هذا الموضوع، ولكن بعض الناس يأبون إلا إحياءه بين مشكك قاصد وبين مشكك مخطئ في شكوكه.
يقولون بأن الدين يتنافى مع العقل، لهذا تأمروننا بالتسليم. يقولون: كيف تقولون للكفار حكموا عقلكم لدحض ديانتكم، وفي نفس الوقت تأمرون المسلمين بالتسليم لهذا الوحي؟ كيف نتحدث عن هذا الموضوع، أو كيف نجمع بين هذين الأمرين حتى لا يقال بأن في هذا تناقض، التسليم للوحي وتحكيم العقل؟ سيدي نور الدين درواش حفظك الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بداية يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان وكلفه بالعبودية وأناطه بالطاعة والامتثال له سبحانه وتعالى ميزه عن كثير من المخلوقات، فميزه باللسان عن الحيوانات، وميزه بالعقل عنها كذلك، ولكن حواسه وجوارحه وعقله كل ذلك محدود بالقدر الذي شاءه وأراده الله سبحانه وتعالى. فكما أن سمع الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مدى بعيد، وبصره كذلك، كما أن بصره لا يمكن أن يصل إلى مدى بعيد، يمكن لمن كان بالرباط أن يرى ما في الدار البيضاء ولا أن يسمعه إلا بوسائل مستحدثة، فكذلك عقل الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وجعله آية للتفكر والتدبر والوصول إلى وحدانية الله وعظمته سبحانه وتعالى، والانطراح بين يديه واستحضار ضعف الإنسان بين يدي الخالق سبحانه وتعالى، مع ذلك هذا العقل محدود. فخالقه هو الله سبحانه وتعالى، يعني صاحب الوحي، سواء كتابا باللفظ والمعنى أو سنة بالمعنى دون اللفظ، سبحانه وتعالى جعل هذا العقل غير قادر على استيعاب كثير من القضايا، سواء ما تعلق بالتعبديات أو ما تعلق بالغيبيات. فإذا ما تحدثنا مثلا عن الجنة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تستطيع أن تحكم على شيء في القبر، لأنه ما كاينش شي حد اللي دخل القبر وعاود خرج منه ويحكي لنا كيفاش بالضبط داك الشيء، لا سبيل إلا بما ثبت في الكتاب وفي صحيح السنة. كذلك فضلا عن ذلك أولى من ذلك، الحديث عن الذات الإلهية لا يمكن لقال عقل قاصر ضعيف جدا أن يستوعب ذاتا أخبر الرب سبحانه وتعالى أنه ليس كمثلها شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالذين يفرون من إثبات معتدل، إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله عز وجل، إنما الذين يفرون إلى التعطيل أو إلى التشبيه، كلاهما مشبه، فالمشبه شبه ووقف عند حد التشبيه أو التمثيل، وقال الله عز وجل لم يخاطبنا إلا بما نعرف، يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، وهكذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والآخرون الذين فروا للجهة المقابلة، جهة التعطيل، قالوا إن أثبتنا لله ما يثبته هؤلاء الحشوية المشبهة المجسمة شبهناه بخلقه، فلا مناص من التعطيل، ففروا إلى الجهة المقابلة، وكلهم استخدموا عقلهم فيما لا طاقة لهم به. الله عز وجل أخبرك عن نفسه، صافي بركة، حسبك أن تمتثل وتستمع وتذعن لما أخبر به الوحي، لأن الوحي يأتي بالحقيقة المطلقة التي لا تناقش، الوحي يأتي بالحقيقة المطلقة التي لا تناقش، أما ما عندك أنت فإنه نسبي ضعيف، ضعف قوتك وضعف سمعك وضعف بصرك وضعف وما إلى ذلك. ونقول لهؤلاء: هل تستطيع عقولكم أن تشرح لنا المغزى والعلة من بعض العبادات بالعقل؟ ما معنى أن الوضوء عرفناه، الوضوء له مثلا مقاصد معروفة، ينشط الجسم ويطهر وينظف، فسروا لنا بعقولكم هذه مقصد التيمم،
ما معنى أن تضرب على الصعيد ثم تضرب وجهك وكفيك؟ هذا فعل لولا الامتثال لكان من أفعال المعتوهين والحمقى، لأنه لا معنى له أن تجي للصعيد وتضرب وتصفع بوجهك وتقول أنا راني بعقلي. لولا النص لكان عبثا. لهذا سيدنا عمر يقول والله إني لأعلم أنك حجر، يعني الحجر الأسود، لا تنفع ولا تضر، هنا بالعقل، وهذا بالعقل، ولولا أني رأيت رسول الله الوحي قبلك ما قبلتك، فاستعمل عقله وقال لي ما تنفع ما تضر، ثم عاد إلى الوحي قال سأقبلك لأن رسول الله قبلك. نظيره قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. الأوساخ والنجاسات إنما تصلش لأسفل الخف، ولكن المسح جاء من الأعلى، الامتثال. فبالعقل مسحوا تحت، لكن بالامتثال. وإبليس لما استخدم رأيه وقاس قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولو امتثل للوحي لم تثل لأمر الله بالسجود. فالحاصل أن علينا أن نستخدم عقولنا فيما شرع الله عز وجل استخدامه فيها، وأن لا نجعلها حاكمة على شرعه سبحانه وتعالى. ثم من بركات التاريخ، إن كان للتاريخ بركات، أن بعض أساطين العقلانية كالرازي عليه رحمة الله لما استخدم عقله وتاه وضل وزاغ في آخر عمره عاد إلى طريق الوحي، فقال وقد عاد إلى منهج أهل السنة نهاية، قال لقد طفت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فما رأيتها تروي يعني غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن والوحي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ثم قال اقرأوا في الإثبات كذا كذا كذا، ثم نظم قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولن نستفد وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فلا طائل من تكرار التجربة، حيث أضاع كثير من علمائنا أعمارهم في العقلانية ثم عادوا في نهاية المطاف كالجويني والغزالي وغيرهم، فعادوا إلى طريقة الاتباع والتسليم للوحي. لا مناص، لا ينبغي أن يعني نعيد طريقهم فننتهي إلى حيث انتهوا، ولنبدأ بالتسليم للوحي مباشرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حفظك الله ورعاك على هذه الكلمات الطيبات. وحقيقة كما تفضلتم، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل وأمره باستعماله، بمعنى أن العقل هو هبة ربانية، والله تعالى أمر باستعماله وأمر بالمحافظة عليه، حيث حرم السكر وحرم المخدرات وحرم كل ما يذهب هذا العقل. القضية والإشكالية ليست في العقل نفسه، وإنما في تقديم العقل، أو إن شئتم تأليه العقل، أن يصبح العقل هو الحكم، وأن العقل هو الذي تستمد منه الأحكام والشرائع. فهنا مربط الفرس. وإذا أذنتم لي أن أقرأ لكم نصا للإمام ابن القيم رحمه الله يتحدث عن خطورة أو الأخطار التي داهمت الأمة منذ بدايتها، وأول الفتن التي ظهرت في الأمة كانت بسبب هذا الباب، أي تأليه العقل وتقديم العقل على الوحي. يقول رحمه الله في إعلام الموقعين: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، يعني العقل الذي قلنا ينبغي أن نستعمله بما أمر الله تعالى أن نستعمله به، فهناك من قدم الهوى والشهوات على هذا العقل. وما استحكم هذان الأصلان، يعني أصل تقديم الرأي على الوحي وتقديم الهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد،
فلا إله إلا الله، كم نفي بهذه الآراء من حق، كم نفي منها بهذه الآراء من حق، وكم أثبت بها من باطل، وكم أميت بها من هدى، وكم أحي بها من ضلالة، وكم هدم بها من معقل الإيمان، وعمر بها من دين الشيطان. انتهى نصه رحمه الله. فهنا يعني أول الفتن التي ظهرت في الأمة في تقديم العقل وإعطائه الأسبقية في جميع الظواهر أو في المعتقدات ومثلا العبادات التي ذكرتم، فالعقل له حدوده، فينبغي أن نؤمن أن لهذا العقل حدوده، كما أن للبصر حدوده، وكما أن للسمع حدوده. فهذه القضية جلبت على الأمة المدلهمات منذ بدايتها إلى يومنا هذا. وإذا قرأت يعني الفئات الضالة أو الفرق الضالة في تاريخ الأمة، المعتزلة، الخوارج، الجهمية إلى آخره، إلى يومنا هذا، تجد أن البداية كانت من تقديم الرأي على الوحي. فالانبهار بالعقل، هذا العقل له حدوده، فالانبهار به والانبهار بما وصل إليه مثلا في زماننا هذا، بالإضافة إلى الموروث التاريخي، إضافة إلى ما وصلت عقول بني آدم في هذه التكنولوجيات وهذه الخوارق التي أصبحنا نراها في مجتمعنا اليوم، هي التي جعلت الناس ينتكسون ويرجعون إلى العقل ويقدمونه ويؤلهونه. فما أحوجنا إلى أن نرجع إلى الأصل وأن نقدم وحي ربنا، لأن الله تعالى هو الذي خلق هذا العقل وعلم حدوده وأعطانا مجالات استعماله، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالعباد وأعلم بما يصلح لهم وبما يصلحهم. فلذلك دائما نرجع إليه من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي سعيد، إذا كان بارك الله فيك شيخ عبد اللطيف، كما تفضلتم هذه بدعة قديمة حديثة، يعني المعتزلة فرقة كلامية تكلموا في هذا الأمر، يعني أنه يقدم العقل على النقل. والآن للتقدم التكنولوجي العلمي في الغرب، يعني ظهر العقلانيون الجدد يقدسون العلم ويقدسون العقل، لكن الذي يستقرئ كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلتم يعلم أن الاحتكام إلى العقل مردود بالعقل، لأن العقول متفاوتة، العقول كثيرة، هذا العقل قاصر. أصلا العقل مرتبط بالنفس، والنفس ضعيفة، وهذه النفس تحتاج لجاما. إذا قال قائل مثلا لماذا أناط الله الأحكام بالعقول، نقول له هذا لتعبيد العقول لله عز وجل. مشاهد العقول تجلس على كرسي التشريع. فشيخ الإسلام ابن تيمية على رحمة الله عندما أراد أن يفند ويرد هذه الدعوة الباطلة فندها من أول نقطة، قال كلام القائلين بتعارض العقل والنقل يحتاج إلى إثبات التعارض فعلا، ليس هناك تعارض أصلا، لأن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة، كل ما يدل عليه الكتاب والسنة لا يخالف صريح المعقول. ثم قال الكلمة الشهيرة، النقل الصحيح لا يخالف القول الصريح. فكل ما عرف أو كل من عرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية. ثم قال كلاما آخر، قال لك يعني فاقد النقل لا يفيده العقل، وفاقد النقل لا يفيده العقل، وفاقد العقل لا يفيده النقل، فلا بد من اجتماعهما، وبنقص أحدهما تنقص المعرفة بالحق. ثم قال كلاما آخر مهم، قال لك وإن تعارض العقل والنقل ماذا نقدم؟ نقدم النقل. لماذا؟ لأنه علم الخالق الكامل، أما علم المخلوق الناقص هذا لا يقدم. ثم ذكر كلاما آخر جد مهم، قال لك إنما التعارض في ظاهر الأمر وليس في حقيقة الأمر، تعارض في الظاهر، لأن لو وجد تعارض لكان إما النقل غير صحيح، مثلا كلام
الإسناد ضعيف، هذا لا ينسبه أصلا نحن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو العقل غير صريح، وقال أن العقل كالبصر والنقل كالنور، فكما لا ينتفع المبصر بعينه في ظلام دامس، إنسان يدخل إلى مكان كله ظلام هذا لا ينتفع بعينه، فكذلك يعني صاحب العقل لا ينتفع بدون نقل، لا ينتفع بدون وحي، فبقدر النقل بقدر النور تهتدي العين، وبقدر الوحي يهتدي العقل. قالك ولا يعني لا كمال للإنسان مثلا إلا باكتمال العقل والنقل، يعني بهما تكتمل الهداية والبصيرة كما تكتمل الرؤية، هذا كلامه عليه رحمة الله حين الظهيرة. فرد هذا يعني هذا الكلام من أول الأمر. نحن عندما نقول للناس لا نحن نسلم للشرع، هذا ليس تعطيل للعقل، إنما هو تعظيم لخالق العقل، لأن الصانع أعلم بما صنع. وكم تختار العقول سبحان الله، وهذا أمر مجرد، لأن لأنفسها في بداية عمرها ما تندم عليه آخره. فإلى أي عقل نحتكم؟ لعقل أنا أو لعقل فلان أو لعقل فلان؟ وذكرتم أن العقل محدود. تأتي مثلا الآن يجيك إنسان يقول لك مثلا أنا حديث لقي آدم موسى، كيف لقي آدم موسى وآدم أبو البشر؟ أو أن الشمس تسجد تحت العرش، أو أن مثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاءه ملك الموت فلطمه ففقع عينه، نقول له هذا لا ينقض العقل، لكن هذا لا تدركه العقول، لا تدركه العقول، لأن نحن نعلم أن هذا العقل قاصر. يعني نحن كلنا مجمعون أصحاب، يعني خصوصا اختصاص الطب مثلا، أن كل أعضاء يتوقف نموها في سن معينة، يقولون إلا العقل، لأن عقل الرجل على قدر تجربته. نعم هذاك النمو الذي نقصد، لأن هناك كما يقولون هناك بلوغ جسدي وبلوغ نفسي، فالعقل على قدر تجربة الرجل. ترى الإنسان عنده 20 سنة، ثم إذا وصل مثلا إلى 40 سنة تجد عقله لتراكم التجارب قد تطور. فإلى أي عقل إذن نحتكم؟ بل الأدهى من ذلك، يعني كنت كنكلم نفسي كنقول أجي الشركات الكبرى، الشركات العملاقة، ألا تأخذ قرارات خاطئة وهي فيها من فيها من أصحاب العقول؟ شركة أبل مثلا من كبريات الشركات في العالم، سنة 1985 طردوا المؤسس اللي هو ستيف جوبز، فبعد سنوات الشركة كانت على حافة الإفلاس، ثم ردوا هذا المؤسس فأقلعت الشركة من جديد. إذن من هنا ماذا يتبين؟ يتبين أن الإنسان عقله قاصر، عقله يضرب أخماس في أسداد ويأخذ القرار ثم يندم بعد ذلك على هذا القرار. أفنجعل هذا الإنسان يعني حاكما على الوحي؟ وهذا في أمور الدنيا، فما بالنا بالنصوص الصحيحة، بل ما بالنا بأمور الغيب؟ أنت لا تستطيع أن تتعقل بعض الأمور، أن تفهمها بالمنطق. ثم إلى أي عقل نحتكم؟ إلى أي عقل؟ نقول العقل الأوروبي، العقل الأمريكي، نعم، العقل الياباني، العقل العربي، نعم، العقول غير منضبطة. يعني الله عز وجل كما ذكر أستاذ نور الدين بارك الله فيه، الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، فأنت لا تستطيع أن لكن تثبت هذه الصفات. هذا هو منهجنا، هذه عقيدتنا، أن نحن نثبت لكن بدون تشبيه ولا يعني ولا تمثيل ولا تعطيل. فالعقل يبقى قاصرا، هذا العقل. إذا كان هذا العقل قاصرا عندنا النقل، وقلنا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا وجود بتاتا لتعارض بين العقل والنقل، فالنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، وللعقل وظائف يعني كثيرة جدا، حتى لا نتهم مثلا بتعطيل العقل. التفكر في ملكوت السماوات والأرض وفي هذا الخلق العظيم لله عز وجل، الاجتهاد مثلا لاستنباط الأحكام الشرعية مثلا في الأمور المستجدة كالصلاة في الطائرة أو البلد مثلا الذي فيه الصيام في بلد فيه ليل متواصل أو نهار متواصل، هذه أمور كثيرة تحتاج من الإنسان. عمارة الأرض مثلا، اكتشافات الاختراعات التي تطور وتسهل حياة البشر، هذا الأمر مطلوب أن الإنسان يعني يعقل هذا الأمر. ويروى أن هناك مناظرة بين العقل والنقل أو العقل والعلم، فقالوا يعني علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفة؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف، هل اتصف بالعقل أم بالعلم؟ فأيقن العقل
أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالإنسان المسلم ينصرف من هذا الباب، علاش؟ النقل فوق العقل. هذا كلام ربنا وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا مذهبنا وهذا منهجنا، ولله الحمد أن يقدم دائما النقل الصحيح، وكما قلنا النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. فأسأل الله عز وجل أن ينفع إليكم كتابه بارك الله فيك وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتلخيصا لما ذكر الأستاذ سعيد جزاه الله خيرا، يمكن أن يلخص ذلك في جملتين ذكرهما ابن القيم وقبله كثير من أهل العلم، يقولون من جهة تعارض العقل مع النقل، يوجد في الشرع ما تحار فيه العقول ولا يوجد ما تحيله العقول. كثير من الشباب اليوم يخلطون بين ما تحار فيه العقول وما تحيله العقول، فأي شيء لم يستوعبوه بعقولهم يقولون هو محال، ودخلت بين المفاهيم. فرق بين المحال وبين ما لا ندركه، هذا شيء تحار فيه العقول بمعنى أننا لا نستطيع إدراكه وفهمه، لكن الشيء الذي تحيله العقول هو الشيء الذي يمتنع وقوعه عقلا. هذا حكم عقلي معروف عند الفلاسفة والمناطق، وهو المستحيل عقلا الذي لا يمكن يتعذر عقلا وقوعه. وأكثر ما يذكرون أو كل ما يذكرون هو مما تحار فيه العقول لا مما تحيله العقول. وأحيانا قد يعبرون عنه بأنه محال لأنهم هم لم يدركوا وجه الجمع بينه وبين النقل، فهو محال بالنسبة إلى عقولهم. إذا رجعوا للعلماء يجدون الجمع، يقولون لهم لا تعارض، هذا كذا وهذا، وكل ما أمكن فيه الجمع بين اثنين فلا استحالة فيه، لا تعارض. وهنا استحضر حديثا في هذا الباب عظيما عجيبا جدا في مسألة التسليم للوحي. في الصحيحين وغيرهما أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها، وعائشة أرادت تربيتها أن تربيها، مع أن الحكمة في سؤالها واضحة ظاهرة، لكن أرادت أن تعطيها منهجا تسير عليه. قالت المرأة لعائشة: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة تزجرها وتوبخها: أحرورية أنت؟ كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أعطتها أصلا بمعنى أننا يلزمنا الاتباع، كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء، لهذا نحن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، بمعنى يجب التسليم للوحي، ولا يجوز لك أن تجعلي هذا منطلقا تحكمين الشرع إليه مبدأ وأساسا، تحكمين شرعيه. فما فهمته وما استوعبت حكمته عملت به، وما لا فلا. تقول لها كنا هكذا فنحن نعمل هكذا، وإلا فالحكمة ظاهرة واضحة ولا تخفى على عائشة. الله تعالى خفف على الحائض زمن يعني قضاء الصلاة لأنها مأمورة بالصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، وهي تحيض في كل شهر في الغالب، فلو أمرت، وقد تحيض 15 يوما، فلو أمرت بقضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة شديدة عليها. لكن الصوم يأتي مرة في السنة، صوم رمضان مرة في السنة، وتستطيع أن تقضي ما عليها ولو أفطرت 15 يوما أن تقضيه طوال السنة سائرة 11 شهرا، فهذا يسير، لهذا أمر الله في بخير. فالحكمة ظاهرة، لكن عائشة أرادت أن تربيها أن الأصل والأساس الذي يجب أن ينطلق منه المسلم هو التسليم للوحي، ولا بأس بإعمال العقل، لكن بشرط أن يكون النقل قائدا للعقل، وأن يكون العقل تابعا للنقل كما تفضلتم وأشرتم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحال الود بيننا والإخاء، وعلى رابعنا قام الصفا، حين هبت نسائم أخوية. في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا. حفظه أنس فهمه إرشاد،
وبه تشفى مهجة وفوى. فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئا. نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية.